وبعدين يا متر هنعمل ايه؟ والله يا مدام كأداهم انا عامل كل اللي في استطاعتي، بس ما تنسيش ان القضيه دي قضيه كبيره، دي جريمه قتل، واللي اتقتل ده مش شخص عادي، ده مصمم ازياء شهير بتاع زوجات كبار رجال البلد، فنانين مطربين ممثلين، يعني العين جامده قوي على القضيه دي. انا ماليش دعوه جامده ولا مش جامده، انا بنت مظلومه ولازم تطلع من الموضوع ده باي طريقه باي ثمن. انت عارف ومتاكد ان بنتي ما تعملش كده، بنتي ما تقتلش، مظلومه بنتي والله العظيم مظلومه. اهدم مالك يا كده، ومن الكلام ما يبقاش بالشكل ده، وبعدين خلينا نفكر بعقل عشان نعرف هنعمل ايه. والمتر اهو بيقول لك ان في ناس مسؤولين كبار مهتمين بالقضيه دي. انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا مسكت الراجل صاحب الكشك ده وعصرته، الراجل الحقيقه عنده استعداد يساعد باي شيء، لكن للاسف ما عندوش غير معلومه واحده، لون عربيه البنت اللي عملت المكالمه، وده طبعا مش كفايه. تحاول تديله قرشين، مش يمكن اللي عملت الحادثه دي رضيته بفلوس كتير عشان كده طرمخ الموضوع؟ ما اعتقدش، والا كنت انا حسيت. لا لا لا، الراجل ده غلبان ومالوش في الحاجات دي. اوكي ده وجايز اللي قتل او اللي قتلت استغلوا فقر الراجل وضعفه. ده احتمال مستبعد يا استاذ حنفي، لان القاتل مش من مصلحته ان الراجل يشوفه تاني، ساعتها ممكن يتاكد من شكله ويتحقق منه وبسهوله ممكن يبلغ عليه. انا مش عايزكم تقلقوا، انا هبذل كل جهدي وان شاء الله هتبقى ادله براءه امينه في ايدي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا 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 يا حلاوتهم، عامله ايه؟ والله كويس انك فاكر اسم لحد دلوقتي. الا فاكرك، ده انت اشهر مسجونه في تاريخ سجن النساء. من المعروف وطي صوتك لبعدين البواب ولا الامن يسمعنا. المهم انا عايزاك في حكايه مهمه قوي. خير يا حلاوتهم؟ عملت ايه في موضوع امينه؟ موضوع امينه؟ والله احنا لسه بنحاول، بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا. انا عايز اساعدك يا متر. انت يا حلاوتهم؟ انت اخر حد ممكن اسمعه بيقول الكلام ده. بيتهيألك يا متر، عشان اللي اتظلم ما يحبش يشوف حد تاني بيتظلم قدامه، وانا مش عايزه بنت حنفي تقاسي اللي انا قاسيته. طيب يا حلاوتهم ماشي، انا افترض ان انت عايزه تساعدي، انت في ايدك ايه عشان تعمليه؟ ده انا اللي اسم المحامي لسه بحور وادور في القضيه. ما تستهترش باكتر من 25 سنه انا قضيتهم في السجون، يعني اللي ورد عليا ما وردش عليك. معلش يا استاذ ما تاخذنيش. احمد ازيك يا امينه؟ ما كنتش عايزاك عمري تشوفني في الموقف ده. ليه؟ انت بريئه وان شاء الله هتخرجي من هنا قريب. ايه اللي اكد لك يعني ان انا بريئه؟ مش يمكن انا اللي قتلته؟ مستحيل، انا عارفك يا امينه اكتر ما انت شخصيا تعرفي نفسك، عارف تعرفي تعملي ايه وما تعرفيش تعملي ايه، وأمينة اللي انا بحبها متاكد 100% ان عمرها ما تعمل كده. ما هو مش المهم يا احمد ان انت اللي تكون متاكد، المهم ازاي نثبت ده. أمينة انا بحبك وهفضل واقف جنبك لحد النهايه، ان شاء الله ازمه هتعدي. حبيبتي عامله ايه النهارده؟ تعبانه قوي يا بابا. يا حبيبتي احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. على فكره يا تسنيم، طنط سهام كانت قلقانه عليك قوي. ما هي دخلت لي النهارده وشفت قدامي واحده تانية خير اللي انا اعرفها. الحمد لله يا بنتي، رب ضاره نافعه. بقول لك ايه يا تسنيم، انا طبعا مش عايز اتعبك، بس في موضوع يا بنتي لازم اكلمك فيه. خير يا بابا؟ وفي حاجة حصلت؟ أكمل الصالحي اتقتل في مكتب. خبر اللي حضرتك بتقوله ده في ايه يا تسنيم؟ أنا بتهيألي يا بنتي إنك كنت عارفة. وإزاي ده حصل؟ أمال ليه يا بنتي؟ أنا بتهيألي إنك كنت عارفة. أنا؟ وأنا هعرف منين يعني؟ لأنك يا بنتي طول ما أنت عيانة كنت بتخرفي في الموضوع ده. لا يا بابا، كنت بقول ايه؟ قولي كنت بخاطرك بقول ايه؟ تسنيم انا ابوك يا بنتي، قوليلي انت ليكي اي
علاقة بالموضوع ده؟ أبدا يا بابا أبدا نهائي. صدق الله العظيم. في ايه يا عبد الودود؟ في واحد عايز حضرتك بره يا مريم. واحدة مين؟ ما تعرفش اسمها ايه ولا شكلها ايه؟ بتقولي اسمها أحلام. أحلام؟ وده عاوزة مني ايه دلوقتي؟ روح قول لها مش فاضي. طب هتعدي وقت تاني. دي بتقولي عايزة حضرتك ضروري وإن حضرتك ما بترديش عليها في الموبايل. يا سلام ضروري؟ ودي عاوزة ايه الزبدة دي؟ خلاص خليها تخش. حاضر يا فندم. بتقولي ايه يا بنتي يا زبطة؟ اديني اسمك أحلام انت. زي ما بقولك يا معلمة، الواد مفتاح هو الجاسوس بتاع حلاوتهم. مفتاح ايه وابني؟ الله يحرقك ويحرق أخبارك اللي زي خلقتك. انت متأكدة يا بنت بالكلام ده؟ أخص عليك يا معلمة، هو أنا من إمتى بجيب لك أخبار غلط؟ أنا سامعاه بوداني وهو بيحكي لي على كل حاجة بتحصل في الجيم بتحاسب الواحد. يا أختي سمعت الرعد في ودانك على أخبارك المنيلة اللي دايما بتجيبها لي. إيه اللي لم الشمع على المغربي؟ وعرفها إزاي وإمتى وفين؟ الصراحة يا معلمة أنا في دي معرفش. مش مهم يا حبيبتي انت تعرفي، المعلمة بتاعتك تعرف الكفت. بس لو اني مش فايقالهم بس هفوق لهم. بس ورحمة امي لوريكوا ايام اسود من ارض الخروب بذاته. قوليني يا ست الكل. في ايه؟ في ايه؟ الواد اللي اسمه ابني ولا مفتاح ده اللي زي البورس اللي مضروب بشبشب جبتيه من انا خرابها يا بنت؟ ما انت عارفه امه كان شغال عندي في محل المهندسين. شغال عندك في محل المهندسين قبل ما يجي المحل الهاف لايف ده؟ جبتيه منين ولا اتعرفت عليه ازاي ولا مين اللي جابهولك يا بنت؟ طيب انا يا ماما. وده جبتيه من انا نصيبه؟ ومين اللي عرفك عليه يا بنت؟ من الشارع يا ماما. يا نهارك اسود ومنيل، من الشارع يا بنتي كيداهم. ازاي وقفتي في الشارع تكلمي واحد وتجيبيه لامك تشغليه عندها في المحلات الهاي لايف دي؟ ما تطلعي بنت تتكلمي. مفيش حاجه، ده واد جدع قوي وشهم. كل الحكايه ان انا كان في ناس عايزه تسرقني وهو دافع عني. يا حبيبتي بوم بوم لاوي بوم يا خرابي رابي، دافع عنك مش كده؟ ضرب بتاع الشمام وبتاع الكل، ادى ده بوكسود ده تاني بالشلوت، خدت بالك؟ وطلعلك احمد رمزي فتح احلامك مش كده يا حبيبتي؟ وضحك عليك، ده ملعوب يا حبيبتي بيعملوه على كل بنت بتمشي في الشارع. وتلعب عليك وتلعب عليا معاكي. ملعوب ايه ماما؟ هو عمل ايه؟ البورس اللي انت جبتيه اشتغل عند امك، بيشتغل لحساب السودا المعرقوب اللي اسمها حلاوتهم، وبينلها اخبار امك يوم بعد يوم يا حبيبتي، كل اخبار عندها. عرفت عمل ايه؟ ايه ماما اللي انت بتقولي ده؟ اللي ودانك سمعتيه، سمعت الرعد في ودانك ان شاء الله. طب بصي بقى، سيبي لنا الموضوع ده، ولو الواد ده فعلا زي ما بتقولي انا اللي هجيب لك حقك. عملتي ايه؟ ما عملتش شيء. يعني ايه الكلام ده؟ هو كتير مشغول هلا بقصة بنته وما في وقت لحتى احكي معه، لحتى اعرف وين مخبيه البضاعة. دورتي في الفيلا؟ ايه اكيد فتشت بس ما لقيت شيء. هو اكيد مخبي الالماس برا الفيلا. حاولي تدوري تاني، وياريت حتى تراقبيه لما يخرج. اراقبه؟ شو يعني؟ هو بهيدا الوقت بيخرج لحتى يشوف بنته او المحامي تبعه. بقولك ايه يا جوليانا، انا الناس اللي بعتاني ناس ما بتهزرش وما تعرفش الكلام دوت، فريت ما تدخليش نفسك لمتاهات انت مش قدها. وانا شو عملت؟ انت عماله تخلايا في اعذار، والناس دي ما تعرفش الكلام ده. الناس دي تعرف حاجه واحده بس، التنفيذ وبس. تسنيم ده ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي ده؟ مش قلنا كده غلط عليك يا تسنيم؟ والدكتور قالك ممنوع الانفعال خالص. مش قادرة يا بابا، انا هعترف لحضرتك بكل حاجة. مساء الخير يا جوليانا. مساء حبيبي، خبرني شو حصل مع امينة؟ اهو ادينا مستنيين الفرج من عند ربنا. خير باذن الله، بس انت حبيبي لازم تاخد بالك من حالك شوية، شكلك اليومين دول كتير تعبان. حبيبتي وانا حاسس بنفسي، حس ان انا في كابوس فظيع ومش عارف اطلع منه. معلش يا حبيبي، هي الجلسة امتى؟ الجلسة حبيبتي يوم الخميس. براء ان شاء الله. يا رب ربنا يسمع منك. اللي حبيبي كان في واحد من رجال ابو سليم قال لي انك عملت معه عملية الماز كتير كبيرة قبل ما يدخل السجن. الماز؟ الماز ايه؟ ما بعرف، هو قال لي هيك. كيش دعوة الموضوع ده، وما تتدخليش في حاجة انت ما كيش دعوة بيها، فاهمة؟ اوكي حبيبي، بس هو خي انطوان قال لي هيك لانه هو عنده واحد صاحبه بيشتغل في الالماس، فانا قلت اقول لك يمكن يكون عندك حاجه راح يعمل معاك ديل كتير حلو. بقول لك ايه، عندي الالماس ولا الفاظ، والموضوع ده ما تتكلميش فيه تاني، فاهمه؟ جوجو ادي بابا كل اللي جرى. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والسيدي ده فين دلوقتي يا بنتي؟ اكيد في شنطتي. طب وانت ليه يا تسنيم ما قلتليش ده يوم الملعون ده عمل عملته وانا كنت سجنته وديته في 60 داهية؟ خفت اقول لك يا بابا ما تصدقنيش، لكن انا هعترف بكل حاجة، انا هتكلم واقول كل حاجة. ودلوقتي هتعترف لمين بس يا حبيبتي؟ انا هروح النيابة وه...
هقول لهم في واحدة هتتشنق بسبب يا بابا، أنا لازم أعترف بكل حاجة. طب اهدي اهدي بس يا بنت، أنت تعبانة اهدي. أنا دايخة أوي يا بابا. تسليم يا ست الكل، أنت مش مروحة ولا إيه؟ لا يا تمام، روح أنت وأنا هقفل المحل وهروح. طيب أنا هقفلك المحل نص قفلة كده عشان وأنت خارجة يبقى سهل عليك. ماشي يا تمام. تمرني بأي خدمات؟ تسلم. السلام عليكم. وادي يا مفتاح. اي خدمه يا ست الكل؟ نايل اقف هنا عشان عايزاك. في حاجه يا ست كريمه؟ انت تعرف حلاوتهم منين يالا؟ حلاوتهم؟ حلاوتهم مين؟ انت هتستهبل؟ حلاوتهم اللي بعتك تتجسس علينا. بص انا هقول لك على كل حاجه، لكن وعهد الله وعهد الله عمري ما عملت حاجه تاذيكم او تضركم ابدا. ايه ده يا ست كريمه؟ ده بقى الالم اللي انا خدته من كيدهم امي بسببك، عندك اعتراض؟ لا يا ست كريم، مفيش قلم تاني حد تضربهولك عايزه تضربهولي؟ اه في ده من عندي بقى. خير يا دكتور؟ للاسف يا جماعه حصلت لها انتكاسه شديده جدا، وكمان الصدمه العصبيه عملت لها هبوط حاد في الدوره الدمويه. الباقي في حياتكم. ايه؟ بنتي بنتي تسليم، بنتي بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبتي يا بنتي، أنا السبب، أنا اللي وصلتها لكده. أنا مش هسامع نفسي أبدا، أنا اللي عملت فيها كده، سامعني يا رب. لا يا سهاب، لا مش أنت السبب، موضوع أكبر من كده بكتير، أكبر من كده بكتير يا سهاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا رب. خير يا ماما؟ في حاجة عايزة تقوليها؟ بقول إيه يا حنان، مش واجب علينا برضو نروح نعزي عمك رؤوف وهشام في تسين؟ والله يا ماما الموضوع ده نزل عليا زي صدمة، دي بنت كانت زي الورد، لولا بقى جوازتها دي خلتها بقت في النازل. أنا خايفة قوي يا ماما يكون مصيري زي مصيرها. ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي، لو كل واحدة ست اتطلقت هتموت، يبقى نص نسوان مصر هيموتوا. الواحدة مننا يا ماما نفسها بتنكسر قوي. لا لا لا، ما أحبش أسمعك تقول الكلام ده أبدا، الكلام ده كلام ناس ضعفة، وأنا يا بنت ما ربتكيش على الضعف. ياما ستات بيتجوزوا وبيطلقوا، وبعد طلاقهم بيتجوزوا تاني وبيعيشوا حياتهم من تاني. وبعدين انت بنت غلبانه ومسكينه وعمرك ما اذيتي حد، مين عارف يمكن اللي عمله ربنا ده يبقى في مصلحتك. عندك حق والله يا ماما. طب ما قلتليش هنروح نعزي ولا لا؟ بصي بقى، انا رايي ان احنا نبعت تلغراف وبكده يبقى مسكنا العصايه من النص، احسن ما نروح ومروحنا ده يتفهم غلط. خلاص يا بنتي اللي تشوفيه، ولما هشام يجي عشان يشوف ابنه ابقى عزيه. في كلمتين كده كنت عايزه اقولهم لك. خير؟ في ايه يا ماما؟ انت ليه يا بنتي مش عايزه تسمعي كلامي في موضوع انا ياما حذرتك منه؟ موضوع ايه يا ماما؟ طمنيني. موضوع حليمه. تاني يا ماما؟ تاني وتالت ورابع. انت ما انتش حاسه انت بتعملي ايه؟ انت قاعده معايا يا بنتي طول النهار، ده بيقعد معاكي اكتر ما بيقعد مع مراته، ده لولا ان البيت كله مشغول بحكايه امينه كان زمانه ولع حريقه. يا ماما حليمه ده الانسان الوحيد اللي يقف معايا في محنتي، الانسان الوحيد اللي وراني الدنيا بمنظور مختلف غير ما كنت بشوفها خالص، فتح عيني على حاجات عمري ما كنت باخد بالي منها. يا بنتي اللي بتقوليه ده غلط، والله غلط. انت عارفه حليمه ده يبقى مين؟ يبقى جوز بنت خالك، خالك اللي احنا عايشين في خيره. يا ماما ايه اللي دخل ده في ده بس؟ يا بنتي مفيش حاجة اسمها صداقة بين راجل وست، خصوصا لما الراجل يبقى متجوز والست تبقى ايه يا ماما؟ متطلقة مش كده؟ يا بنتي انا مقصودش اقول كده، بس انا واجب علي ان انا احذرك، ارجوك ابعدي عني، ربنا يهديك. هذه الحكاية من طقطق السلام عليكم ست كريم. طب وانت ايه اللي منعك انك تقول لها اخبارنا؟ ما انت حرامي وحرامي محترف كمان.
اللي منعني انت يا ست كريم. انا من ساعه ما شفتك وانا بقيت انسان تاني خالص، والدليل على كده هو حضرتك عمرك شفتيني عملت اي حاجه وحشه من ساعه ما اشتغلت معاكم؟ الحقيقه لا، بس انت يعني ايه اللي خلاك تتغير كده؟ لاني انك ايه ما تنطق مش على بعضك ليه؟ لاني حبيتك يا ست كريم، حبيت فيك الشهامه والجدعانه والطيبه، وقلت لا يمكن اذيكي ابدا، واخدت عهد على نفسي ان عمري ما هرجع للحرام تاني ابدا. انت اتجننت يالا؟ حب ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انا عارف ان الفرق بيني وبينك بعيد قوي زي السماء والارض، بس غصب عني يا ست كريمه مش بايدي. انا ياما قلت لنفسي انت مجنون، اكيد مجنون، انت فين وهي فين، بس ما قدرتش يا ست كريمه. هو انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ هو انا انسانه وحشه قوي كده عشان ربنا ينتقم مني؟ انا عارفه ان انا غلطت لما ادمنت المخدرات، بس ما كلنا بنغلط وبنتوب، وانا عمري ما فكرت ان انا ارجع لها تاني، وبعترف ان انا عملت في تسنيم مقالي، بس ما هي اللي بدات بعد ما جبتها تشتغل معايا. اول واحده فكرت تاذيها هي انا. صدقيني يا امينه، انت اللي فيه اختبار من ربنا، بس اختبار صعب قوي. الحاجه الوحيده اللي هتخليكي تعدي منه ان يبقى عندك ثقه في ربنا وايمان بيه. صدقيني ربنا عمره ما بيرضى بالظلم، هو عارف انك مظلومه، وان شاء الله هيخرجك منها على خير. انت اللي فيه ده ممكن يبقى زي تكفير كده عن كل الذنوب اللي عملتيها قبل كده، بس ان شاء الله هتخرجي من الازمه دي وانت صفحتك بيضا وزي الفل. معلش يا امينه اتحملي، الفتره دي هتعدي ان شاء الله، بس وعديني انك اول ما تخرجي من الازمه دي تروحي تعملي عمره. لازم تروحي تعملي عمره، وانتي هناك تعهدي ربنا انك مش هتأذي حد تاني ولا هتغضبي تاني. وصدقيني يا امينة ربنا عارف انك مظلومة وهيخرجك منها، ما تخافيش يا بنت، ان شاء الله هتخرجي منها وهترجعي تنوري بيتك تاني. انتي وحشتينا قوي يا امينة، وحشتينا قوي. ادعي لي يا ابتسام، ادعي لي ان ربنا يكرمني ويخرجني منها على خير، وانا والله يا بقى انسانه تانيه خالص. ان شاء الله هتخرجي. طب ايه رايك بقى ان انت بكره هتفتكري الايام دي وتقعد كمان تضحكي عليها، وبكره تقولي اختي ابتسام قالت. يا رب يا ابتسام. فندم، حضرتك الاستاذ رؤوف شريف والد المرحومه تسنيم؟ ايوه فندم. انا احمد عبد المقصود المحامي. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. حقيقة أنا عارف ومقدر الظروف اللي حضرتك بتمر بيها ومدى صعوبتها. شكرا. لكن للأسف الموضوع اللي أنا جاي لحضرتك فيه لا يحتمل التأجيل. خير يا أستاذ أحمد. الحقيقة أنا محامي الآنسة أمينة البرنس، المتهمة بقتل مصمم الأزياء الشهير أكمل الصالحي. وفي التحقيقات اكتشفنا إن في مكالمة بلغت عن الحادث عملتها بنت من كشك سجاير، كانت راكبة عربية 4x4 سودا، وبالتحريات اكتشفنا ان بنت حضرتك المرحومة تسنيم كان عندها عربية بنفس المواصفات. تخيل يا استاذ احمد، في مليون بنت في مصر عندها عربية بنفس المواصفات غير بنت الله يرحمها. انا عارف، انا عارف ومتأكد يا استاذ رؤوف، بس المرحومة تسنيم هي اللي كانت شغالة في الاتيليه عند اكمل الصالح. حتى يا استاذ احمد لو افترضنا ان بنت المقصوده بكلامك، ايه دخلها بقى في الجريمه؟ استاذ رؤوف انا مقدر مشاعرك كاب فقد بنته بقاله كام يوم، بس في واحده ممكن يتحكم عليها بالاعدام مع انها ممكن تكون بريئه، فارجوك لو عندك اي معلومات ممكن تفيدها أرجوك قول لي. للأسف يا أستاذ أحمد ما عنديش أي معلومات. طيب يا أستاذ رؤوف أنا هسيبك تراجع نفسك، يمكن تفتكر حاجة. على إذنك. اتفضل. عايزك تاخد بالك من حاجة، الجلسة يوم الخميس اللي جاي، وفي إيدك تنقذ إنسانة بريئة.
سنين. ليه؟ ما تعمليش في نفسك كده يا كيداهم، إن شاء الله ربنا هينجيها. يا رب. مش عارف يا حنفي، لو القاضي حكم بحكم غير البراءة ممكن يحصل لي إيه؟ خلي عندك أمل في ربنا، إن شاء الله هتطلع براءة. يا رب يا حنفي. خايفة يا حبيبي، خايفة لتكون ربنا بينتقم مني ببنتي، يا ريت ينتقم مني أنا، أنا ظلمت كتير. أنا ضيعت الشباب زي الورد، بس مش عايز ربنا ينتقم مني بولادي. إن الله غفور رحيم، قادر يفك كربنا. أنا خايفة أوي يا حبيبي. وبعدين بقى كيدان، ما تعمليش في نفسك كده. أحسن الظاهرة اللي هروح فيها. ألو، هيا يا متر، إيه الأخبار؟ الراجل أبو البيت ما اتصلش بيك. انت كلمته وما ردش عليك؟ الله. طب بقول لك ايه، ما تديني عنوانه. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، إننا اليوم أمام قضية قد شغلت الرأي العام. صباح الخير. صباح النور. الأستاذ رؤوف موجود يا ترى؟ أيوة يا فندم موجود. هو مين حضرتك؟ حلاوتهم. تقرير المعمل الجنائي بيؤكد أن أداة الجريمة لم يكن عليها بصمات موكلتي، وتقرير الطب الشرعي يؤكد وقوع الجريمة قبل حضور الشرطة بساعة. فلماذا تأخرت موكلتي كل هذا الوقت لكي تهرب؟ والدليل القاطع على براءة موكلتي أيضا هو ذلك الاتصال المجهول الذي تم من فتاة لتبلغ عن الحادث، والذي يؤكد لحضراتكم أنها الفاعلة. لكن يا أستاذ، الشاهد اللي هو صاحب المقلة اللي النيابة واجهته بصورة المتوفاة اللي حضرتك اتهمتها ما قدرش يتعرف عليها. سيادة القاضي، الشاهد رآها مرة واحدة فقط وفي جنح الليل، فكيف له أن يتعرف عليها؟ ولكن هناك دليل آخر على براءة موكلتي وعلى صدق كلامي بأنها هي الفاعلة، الفتاة التي بلغت عن الحادث، وهو لون سيارتها، والذي أكده الشاهد نفسه، والذي أكد عليه جميع الشهود العاملين في الأتيليه. لكن ده مش دليل كافي يا أستاذ. يعني أنت عايزاني يا مدام أفضح بنتي وأدمس سمعتها وهي دلوقتي في دار الحق؟ الله، أنت مش بتقول إن صور البنت كان باين عليها إنها متخدرة؟ طيب يعني اللي حصل لها ده كان غصب عنها؟ مدام حلاوتهم، أنا مراتي أستاذة جامعية وابني معيد في الجامعة، وأنا كنت مدير مدرسة الفضيلة. يرضيك أفضح نفسي وعيلتي؟ لا يا بابا، متعملش حسابي في حاجة. أنا خلاص ما بقتش أخاف على مستقبلي ولا مركزي. يا بابا، اللي حصل لتسنيم ده خلاني أفوق، خلاني أعرف إن الدنيا ملهاش أي قيمة، خلاني أعرف كمان إن كل الناس اللي بتحارب بعض دي عشان شوية فلوس وعشان أي مركز عاملين زي العرايس اللي بتلعبهم شرطنا. وانت بقى ضميرك هيبقى مستريح لما تشوف بنت زي دي بتتشنق ظلم؟ يا استاذ رؤوف،
حضرتك باين عليك راجل طيب، ابن حلال، صالح، عارف ربنا كويس قوي. عارف اللي قاعده قدامك دي اتسجنت اكتر من 25 سنة ظلم، واللي سجنتني ام البنت اللي انا جاية اترجاك عشان تنقذها. بنت ايه وانقذ ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مدام، هي دي الحقيقة. حرام البنت دي تروح ضحية امها. اعمل معروف انقذها، البنت دي غلبانة ضحية امها، اعمل معروف. روح يا رؤوف، روح انقذ البنت البريئة دي، يمكن ده يشفع لتسنيم عند ربنا. روح ما تعملش حسابنا في حاجة، انا كفاية علي اعيش طول عمري ندمانة وحاول اكفر اللي عملته في تسنيم. مقدرش يا جماعة، مقدرش. محكمة! اتفضلوا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة أمينة حنف البرنس يا سيادة القاضي. بعد إذن حضرتك، أنا عندي كلام مهم لازم أقوله. أنت مين؟ أنا اسمي رؤوف شريف، والد المرحومة تسليم. عايز تقول إيه؟ اتفضل. أنا عايز أقول يا فندم، البنت دي بريئة، وأنا عارف الجاني الحقيقي. كسبت قضية العمر. الله يبارك فيك يا أستاذ عرفة، البركة فيك طبعا. ما تقولش كده يا راجل، ده أنت اللي أستاذ كبير. ربنا يفهمك. أنا إذنك. اتفضل. اتفضل يا أحمد بيه. مش ده أحمد عبد المقصود بتاع قضية الألماظ إياها؟ أيوه يا سيدي، ده زمانه بقى بيلعب بالملايين لعب. ما إحنا السبب في اللي هو فيه، ربنا هيدينا زي ما إداله. خير يا كيداهم؟ مش عارفة عمال اسأل نفسي، انت ليه عملت معايا كده ومع بنتي؟ ليه خرجت بنتي من حبل المشنقة مع اني ما عملتلكيش غير كل حاجة تأذيكي؟ انا شفت نفسي ببنتك يا كيداهم. من 30 سنة انا دخلت السجن ظلم، فقضية انا ما عملتهاش، قضيت عمري كله فيه. بس اللي انا اعرفه انك دخلت السجن ده بإرادتك. لا، انا دخلت السجن على انها سنه واحده هقضيها بالطول ولا بالعرض. لقيت نفسي بقضي 30 سنه من عمري، اجمل سنين عمري قضيتها فيه. انا شفت نفسي ببنتك يا كيداهم، شفت نفسي وانا بصرخ واقول مظلومه مظلومه مظلومه، ولا حد قدر ينجدني. اللي حصل من ربنا ده يا كيداهم انذار ليكي عشان تتعظي. ربنا ما بياخدش ذنب حد من حد تاني ابدا. انا عمري ما فكرت انتقم منك في ولادك. انت حاولت تأذيني في ابني. الولاد ما لهمش ذنب يا كيداهم. عندك حق يا حلوتهم، فعلا الاولاد ما لهمش ذنب. حقك على يا اختي، كتر الف خيرك اللي عملتيه مع بنتي، وده جميل هشيله على راسي عمري ما هنساه. وعهدي مني ليكي ان عمري ما هظلمك، حتى لو انت حاولت تظلميني. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. تعالى بوسك حبيبتي. Thank you.
وحدان، كنت خايف لما تجيش. في ايه يا حليم؟ قلقتني؟ ايه الموضوع المهم اللي قلت لي لازم تقابليني فيه بره ده؟ وحياه وموت، في ايه لخبطتني؟ تتجوزيني؟ كل دول